إننا في مصر نصر على أن ننظر إلى قضية أشرف وغيرها من القضايا الإنسانية التي تخص بني البشر جميعا من منطلق إنساني، ولا بد لأشرف أن يدافعوا عن قضيتهم كمطلب سياسي هدفه الأسمى هو تغيير الوجهة السياسية في إيران، أو بالأحرى وصول الربيع العربي إلى إيران عن طريق أشرف، بالنخبة السياسية التي ضحت بالغالي والنفيس من أبنائها رجالا ونساء وأطفالا وشيوخ، وهذا شرف لهم يستحقونه. وندعو الباقين من أشرف ألا يتم إنقالهم، أو لابد ألا ينتقلوا إلى ليبرتي إلا بعد تنفيذ الحد الأدنى لمستوى المعيشة الأدمية، وأنا أعلم أنهم على استعداد لتنفيذ هذا الحد الأدنى على نفقاتهم الشخصية، ونحن كممثلين للبرلمان المصري معهم في هذا المطلب. شكرا. إن تكالب القوى الإقليمية ضد مطالب أشرف الإنسانية من أجل مكاسب سياسية لهذه الدول هو عار عليهم، وسوف نتصدى لهم جميعا بكل قوة. وإن ما حدث لأشرف في يوليو 2009 وفي إبريل 2011 من مجزرة راح ضحيتها 48 إنسانا لا لذنب اقترفوه سوى أنهم يتم محاربتهم بكل ألوان الحروب حتى يرضي الطرف العراقي. كل هذه الجرائم الإنسانية لابد أن نتصدى لها جميعا، وأن ننشر هذه الجرائم وما يتعرض له بني البشر في كل مكان من مهانة واغتصاب وقهر. ما يحدث لبني جنس لابد أن نبين هذا لشرفاء العالم حتى يروا ويتبينوا ما يحدث لبني جنسهم، وأن نتحدى الجميع في ألا يحدث هذه المجازر مرة أخرى. بكل الحب وبكل التحية أتوجه إلى سكان أشرف متمنيا لهم حياة كريمة والوصول إلى غايتهم.